فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنن النسائي. بيع العرايا بخرصها تمرا، يعني التمر مع الرطب اللي هو ثمر على النخل. عزيزي من ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. بخرصها يعني هو يقول هذه تملأ 5 أواسق على الثمر، يعني على الثمر. وفي رواية رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العرية بخرصها تمرا. لابد يقال هنا الآن بيع العرية بخرصها تمرا أن نكون في قبلها باب. طيب إن شاء الله. وهو معناها أنه بقوله رخص أي الأمر أن الأصل في ذلك الحرمة. لما تأخرت يا تامر؟ التلميذي كله ذهب عنك. فمعناه أنه بيع التمر بالثمر حرام، ولأنه ربا. نعم، ولأن فيه جهالة. ولذلك رضي الله عنك دكتور تامر، أنت تاج رأسنا، وأنت زينة المجالس. فيكون هنا رخص من الحرمة، وهذه الحكمة أن يكون له تمر وليس له عنده مال، ويريد أن يتفكه بالرطب، فأباح له دون 5 أواسق أن يأتي الخبير فيقول على الشجر 5 أواسق أو هذه 4 أواسق، فيبدلها بالتمر. يبدلها بالتمر. لا، أبو الوليد موجود في التليجرام. فكان الترخيص هنا في بيع العرايا بأن العرية التي يتفكى بها صاحبها وليس عنده مال سائل، فإنه يشتريها بالتمر 5 أواسق خرصا وتخمينا، ويغتفر عدم العلم بالتساوي أو عدم اليقين بالتساوي من أجل الحاجة. ومعنى أنها رخصة معنى أن الأصل في هذا التعامل حرام. الرجل يا يوسف عنده تمر، وهذا التمر هو يريد يأكل رطب تفكها، كان العرب يتفكهون بالرطب، وما عنده مال، فنقول له هات 5 أواسق تمر أو دون 5 أواسق تمر، ثم انظر إلى 5 أواسق على الشجر بالظن بالخبير بقول الخبير، فيقول هذه 5 أواسق، وبعد ذلك خذها مبادرة رخصة، والأصل أنها تحرم. بيع الكرم بالزبيب نفس الأمر. روى المصنف حديث هو متفق عليه، حديث القتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة ذهب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. فهنا بيع الكرم بالزبيب كيلا أيضا هذه لا تجوز، لأنه الزبيب يعني الكرم اللي هو العنب إذا يبس صار زبيبا، أيضا إذا جف ينقص، فيكون هنا عدم وجود المماثلة في هذا الباب. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمزابنة. من الدفع من الذب، والمحقلة أيضا بيع الزرع بما في الأرض. أبدا أم رحمة، حفظك ربي وأحسن الله عليك ورفع مقامك وشكر لك إحسانك وبرك وحرصك، لما قلت هذا الكلام؟ رضي الله عنك وحفظك ربي، أعوذ بالله، لا أبدا. وعن المحقلة والمزابنة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، قال ورخص في العراية، رخص في العراية. وفي رواية زيد بن ثابت عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بالتمر والرطب، وهذا أخرجه أبو داود بسند صحيح، والحديث الماضية كلها متفق عليها بالبخاري ومسلم. وقال باب بيع العراية بالرطب، فروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا حديث متفق عليه. وقالوا العرية ما يعطي صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل، ثم يسترد منه بما يعطيه من تمر أو رطب، ولا لا ما يشتريه من من يريد أكل الرطب بما بقي عنده من التمر. رخص في العراية بالرطب والتمر، ولم يرخص في غير ذلك. طبعا رخص في غير ذلك استدل بها بعض العلماء على أنه لا يجوز الكرم والعنب، وقلنا هنا حقيقة الأمر أنه لا فرق بين الكرم وبين
والزبيب وبين التمر وبين الرطب لا فرق، فتكون هنا العراية إن كانت في الرطب فتكون أيضا في الزبيب والكرم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها في 5 أواسق أو دون 5 أواسق. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، قال بعضهم الرخصة في 5 أواسق، وقال الجمهور ورجحه ابن عبد البر وهو الراجح الصحيح هو أنه في دون 5 أواسق، لأن اليقين على دون 5 أواسق، أما في 5 أواسق فمشكوك فيها، لأنه قال رخص، والترخيص هنا استثناء من الحرمة الأصلية، فيكون لابد على يقين، فنحن على شك من 5 أواسق، لكننا على يقين من أقل من ذلك. لذلك قالوا الشافعية وحابلها قالوا اليقين أنه يشتريها في دون 5 أواسق، العرية تكون في دون 5 أواسق. لا يجوز أن حتى إن كان البيع عن تراضي، لا يجوز، التراضي لا يقلب الحرام حلالا، لا يجوز. وعن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وبينا ذلك، وأن الصلاح يبدو والنهي التحريم. الصلاح يبدو بالتذوق، يطيب ينضج، أو أن يحمر أو يصفر، أو بطلوع النجم الثريا، يعني هذا التوقيت الذي يكون فيه النضج. ورخص في العراية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، ورخص في العراية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. والترخيص هنا كما قلنا الرخصة تكون عن حرام، استثناء عن الحرام. ورخص في العرية أي استثناها من الحرمة العامة دون 5 أواسق، أن يبادل 4 أواسق ب4 أواسق مثلا، 5 أواسق إلا يسيرا، 5 أواسق إلا يسيرا من التمر والرطب. وعن سهل بن أبي حثمة حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة هو بيع الثمر بالتمر، التحريم الأصلي، إلا لأصحاب العراية فإنه أذن لهم. يشوف صاحب العرية الذي معه التمر وليس معه مال سيولة يشتري الرطب ويريد أن يتفكه لأولاده بالرطب، فالشرع يعني هنا رحمة به فقد رخص له في ذلك. وأنا أقول كلاما مهما، هو يعني شوف هذه الشريعة الغراء يعني تراعي المصالح والحاجات، وهذه فيها دلالة أن تحريم ربا الفضل تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. لذلك قال رخص رسول الله في العراية. العراية هي ما يعطيه صاحب الحائط للفقراء على 5 أواسق ورطب، أو ما يكون العرية هو شراء التمر بالثمر بالرطب على الشجر خرصا يعني ظنا دون 5 أواسق، لأنهم كانوا يتفكهون بذلك. نعم، الذي لا معه المال ومتوفر معه المال وليس محتاجا ليس له في العرية، لأن الأصل أنها محرمة. الترخيص كان الوصف، فلابد أن يتوفر الوصف حتى يصح الترخيص. قال باب اشتراء الثمر التمر بالرطب. سعد بن أبي قاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. في رواية أينقص إذا يبس؟ قال نعم، قال نهى عن ذلك. ليش بقى نهى عن ذلك؟ لأن المماثلة المماثلة واجبة، لا بد أن تكون مماثلة، لأن النبي قال التمر والتمر ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. ها أنا أبا الوليد صفية مش فاهمة، وأمال بتقول الحكيم يأتي يشرح لنا، يشرح لهم مسألة العرية الله يكرمك بإيجاز، اكتبها لهم يفهمونها جيدا إذا سمحت أبا الوليد. قال باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. لما؟ لأن هذه جهالة. طيب أبو الوليد يشرح إن شاء الله يكتبها. هذه جهالة، وأصلا شرط الأصناف الربوية أن تكون المماثلة إن كانت من جنس واحد وعلة واحدة، تكون المماثلة 5 أواسق 5 أواسق 10 أواسق 10 أواسق، وتكون أيضا مع المماثلة، أنا آسف أنا عارف إن النت انقطع، الشحن انقطع عن
الايباد ان تكون مماثله، ومن المماثله وايضا التقابض في المجلس. نقف عند هذا. الفوائد المستنبطه: سعه الشريعه لم تترك شارده ولا وريده الا اتت بها. رحمه الله بالتشريع رخص لهم ما يتفكهون به في ترخيص العاريه. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولشيخنا همتون علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همتون علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.